السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. عرفت ولاية جيجل في الساعة الأخيرة حادثة خطيرة وحريقت سبب في خسائر مادية كبيرة. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو لحريق مهول وهو يلتهم حل أفرشة في مدينة الطاهر بولاية جيجل. ولعل ما لفت انتباه الجميع هو ذلك الرجل الشجاع والذي خطر بحياته وأنقذ سيارة كانت متوقفة بجانب المحل المحترق بعدما كسر زجاجها وأوصلها إلى بر الأمانة. والحمد لله لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.